أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. واجهت القوات العراقية أمس جيوبا من المقاومة من قبل تنظيم داعش في مدينة الموصل القديمة بعد 4 أيام من إعلان تحرير المدينة من احتلال التنظيم. وقال بعض السكان إن مروحيات تابعة للقوات الأمنية العراقية حلقت فوق المدينة، مضيفين أنهم سمعوا ذوي انفجارات. أفاد نشطاء سوريون بانهيار مبنى سكني في بلدة عين ترمة في ريف دمشق جراء ضربات جوية لقوات تابعة للنظام وروسيا. وقالت مصادر ميدانية إن القصف تركز على الأحياء السكنية وسط المدينة وخلف عشرات القتلى والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال. أقر المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفن ديمستورا بأن وفد النظام إلى محادثات جنيف لم يبدي استعداداً لبحث موضوع الانتقال السياسي. وقال ديمستورا إن محادثات السلام السورية التي اختتمت أمس شهدت تقدماً ضئيلاً، معرباً عن أمله في أن تدفع الجهود الدولية أطراف الأزمة إلى اللقاء المباشر في الجولة المقبلة من المحادثات في شهر أيلول سبتمبر المقبل. أعلنت مصادر أمنية مصرية قتل سائحتين ألمانيتين وإصابة 4 أخريات من جنسيات مختلفة بجروح في حادثة طعن بمنتجع الغردقة الشهير في مصر المطل على البحر الأحمر. وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية المصرية اعتقلت المعتدي الذي استخدم السلاح الأبيض في الهجوم بعدما تمكن من التسلل إلى الفندق سباحة من شاطئ عام مجاور. رصد مركز أبحاث أمريكي نشاطاً مريباً لكوريا الشمالية يعتقد أنها تهدف من خلاله إلى معالجة كميات من البلوتونيوم لزيادة مخزونها من الأسلحة النووية. وكشف مركز مختص بمتابعة أنشطة بيونغيانغ عن صور التقطت بالأقمار الصناعية على مدار 6 أشهر تظهر على ما يبدو تشغيل أجهزة للطرد المركزي يمكن استخدامها في زيادة مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب، وهو مصدر آخر لوقود القنابل. قدم برشلونة لاعبه الجديد نيلسون سميدو بعد أن ضمه من بنفيكا البرتغالي في صفقة قدرتها وسائل إعلام ب 30 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين متغيرات أخرى في عقده. ووقع سميدو عقدا لمدة 5 سنوات لتصبح أولى الصفقات الصيفية للنادي الكتالوني الذي يسعى لتعويض رحيل ظهيره البرازيلي داني ألفيش.